هل كان هناك خلاف بين فايزة أحمد ووردة الجزائرية؟ تعرفوا معنا على التفاصيل. فايزة أحمد والفنانة وردة الجزائرية كانا من أعلام الغناء في زمن الفن الجميل، ونقلت الصحف أن الكاتب الصحفي أنيس منصور كان يحب صوت الفنانة الراحلة فايزة أحمد كثيراً، كما كان صديقاً لها ولعائلتها. وكتب أحد الصحفيين أنه من منطلق صداقة أنيس منصور بفايزة أحمد كان أنيس ينتقد بطريقة حادة وردة، للدرجة التي قال عن صوتها في أحد تصريحاته إنه أقرب إلى جعير. وكتب أحد الصحفيين أن فايزة أحمد كانت عصبية جداً، وكانت دائمة الشحن ضد وردة بسبب تصريحات مسيئة نقلها عن فايزة بلسان وردة، فكانتا على غير وفاق بسبب محاولات البعض للإيقاع بينهما. وكتب أحد النقاد أن هذه المشاكل انتهت بمجرد تصالحهما، حتى إن وردة ذكرت في تصريحات كثيرة بعد ذلك أنها نادمة على الوقت الذي لم تكن فيه صديقة للفنانة فايزة أحمد. واستمرت وردة صديقة قريبة من فايزة أحمد حتى آخر أيامها، حتى إن وردة ظهرت في أحد البرامج بعد رحيل فايزة بسنوات للإعراب عن اشتياقها إليها، ووصفت فايزة بأنها ليست خبيثة، وقالت إن ما كان بينهما كان مجرد منافسة بين مطربات، وكانت تستمد قوتها ونشاطها من تلك المنافسة مع فايزة أحمد. وكانت الصدفة سبباً في إنهاء الخلاف بين الفنانة الجزائرية وردة، وذلك في الاحتفال بليلة رأس السنة التي وافقت عام 1979، حيث استطاعت وردة أن تنهي الخلاف بينهما خلال تواجدهما في حفل. وكانت فايزة أحمد قد جاءت إلى الحفل بدعوة على مائدة إلى جانب وردة، وتدخل الأصدقاء الذين حرصوا على أن تجلس النجمتان بجانب بعضهما خلال هذا الحفل. فايزة أحمد استجابت للدعوة واتجهت إلى وردة وتبادلت معها القبلات بين تصفيق الحاضرين بالحفل. وبالفعل عادت العلاقة إلى طبيعتها، ولبت وردة دعوة فايزة أحمد في الليلة التالية إلى منزلها، حيث شاركت احتفالها بعيد ميلادها، وانطلقت من هنا صداقة قوية بينهما.